كان من هذا شحال ولد التاجر من الصيد يرتاح، جاتو شابة في يديها كاس ديال اتاي. ملي ذاقو ما هنا له بال شكون اللي سقاتو وسحراتو بالعيون. كلف البراح ونظم مسابقة الشاي. جاو رجال وبناتهم في سن الزواج، كل واحد بدعو تفنن في تحضير اتاي. واللي عمر اتاي في لذة الهدية بنتو عند ولد التاجر محدية. اتاي الهدية ما ذاقو ما يخفى عليا.